المراحل السنية تحتاج أن نهتم بالجانب التحصيلي بالإضافة إلى الجانب الفني في ملعب كرة القدم. ومن هذا المنطلق كانت عندنا أهداف كثيرة وتنسيق مسبق لهذه البرامج اللي نسعى إلى تطبيقها خلال المرحلة. أخبرنا أولياء الأمور أن أبنائهم في هذه الثلاث أيام سيكون لهم تأخير عن موعدهم المعتاد لوصولهم لمنازلهم، فالحمد لله كان هناك تجاوب كبير جدا، حرص كبير كذلك من الطلاب، لدرجة الآن ضغطين علينا صراحة اللاعبين أن نضيف لهم حصص إضافية خاصة طلاب المرحلة المتوسطة، وإحنا بصدد إن شاء الله بإذن الله إضافة يومين اللي هو يوم الأربعاء ويوم الخميس إن شاء الله. متحمسين اختبارات نهائية وكده، فاستيعابهم بيكون قوي في الفترة دي، يمكن بيحاولوا كمان يحصلوا أكبر قدر ممكن في الفترة دي عشان الاختبار النهائي وكده، فبيكون الاستيعاب أقوى. 5 على 9 قسمة 25 على 3، 5 على 9 قسمة 25 على 3. كيف شايف انعكاسها على ابنك لما يعني يقضي يوم كامل في المدرسة ثم بعدين في التدريب وأيضا حصص تقوية، يعني يومه كامل يكون مشغول، كيف تشوف انعكاسه عليه داخل البيت؟ والله انعكاس طيب، لأنه إذا كان في النادي كان التزم في التمرين والتزم في الدراسة وجي البيت وأدى واجباته يكون استهلك في شيء يفيده، غير لما يستهلك في الشوارع أو أنه في حاجة ما تنفع. بالعكس هو جاء تمرن أخذ دروسه يتفوق في دراسته يجي البيت يتعشى ويشوف واجباته وينام، فريحنا من موضوع أنه وين الولد راح وين جاء، أمه نفس الشيء بدأ متحتي وين الولد وين الولد، فإحنا مسلمينه في أيدي أمينة. والنادي جزاهم خير صراحة، من إداريين من الإدارة ككل قاموا في عمل يعني يشكرون عليه، ريحونا نفسيا أنه ولدنا نعرف وين موجود حتى بعد ما يخلص من التمرين، الإدارة تكون مراقبة في الفصل في الدراسة ويسألون عنه وصل البيت ما وصل البيت، اهتمام غير طبيعي صراحة.